ننتقل مشاهدينا إلى خبرنا الثاني عن محمد رمضان وأحمد الفيشاوي. نشوف احتدت الخلافات بين محمد رمضان يوه وأحمد. وايد وايد مصايب صايرة، سمعوا وياي. في البداية الموضوع كان بسبب مقابلة، والحين استوى حرب في السوشيال ميديا بين الاثنين، فيها الكثير من الأحداث، بس أنا ببسط لكم الموضوع. القصة أن أحمد الفيشاوي أعلن أنه بينزل أغنية اسمها نمبر 2، فلما سألوا محمد رمضان في أحد المقابلات عن هذه الأغنية كونه نزل أغنية نمبر 1 قبل سنتين، وكان رد محمد رمضان ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، ده اعتراف رسمي للعالم كله. وعقبها أعلن محمد رمضان عن طرح أغنيته الجديدة اللي اسمها الدبابة ونزل هذا المقطع. دايما عامل ساسبنس جامد، انا تعال هنا خد درس جامد، انا زي ما قالي انا اكسلانس جامد، انا غلطت خد بالدانس، انا حاضر ايوه جيت ايه مالك اتخضيت، هتشوف تقول يا ريت عم انا مش بشوفك، عملت بيكو شو اسيبكوا لانه رقم واحد مش تو، ما يخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم اكسب اي فوره، مع اعتذاري للفيشاوي اخره معايا صوره. الاغنيه تقول تشوفني تقول يا ريت رقم واحد مش تو، واخذ قراري ولازم اكسب اي فوره، مع اعتذاري للفيشاوي اخره معايا صوره. فقام رد عليه الفيشاوي بصوره وعلق توطيد العلاقات المصريه الروسيه للرد على المدعو نمبر 1 الدنيا مولعه، وطلع في مقابله ويا برنامج ثاني صرح فيها ان اعتذار محمد رمضان مو مقبول، وقال بما ان الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا انا بس عايز اقول ان رمضان رد على اغنيه لسه ما نزلتش، فواضح أن الوقت فعلاً بيجري منه. قام رد عليه محمد رمضان بفيديو لابس فيه نمبر 1. خلونا نشوف الفيديو. فخد جنب أمك على الأنتري، أنا أي مكان في بلدك افتح لي من غير كرنيه، مش كل من هبودة بيبقى ميسيو مومبي، لا 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 مومبي، لا 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 مومبي، لا 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 رمضان نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1.